الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم صل وسلم. فإن الله عز وجل أنزل كتابه وذكر فيه كل نافع للناس، وحذر فيه من كل ما يضر الناس، ومن أعظم تلك الأضرار هي أمراض القلوب الخطيرة، منها الحسد والكبر والعناد. هذه أمراض القلوب التي ربما الإنسان يتزين ظاهريا ولكن داخليا هذه الأمراض تتلفه. هذا المزيج من الأمراض التي تفسد كثير من الحياة مزجت، فكانت حشو جوف إبليس. وإبليس هذا أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فمع حسده وعناده الذي أنزله من درجة الملائكة إلى أسفل سافلين، وتكبره وحسده لآدم، إلا أنه أقسم وتعهد على أن يفتن آدم ويفتن أبنائه. هذا الشيطان اللعين الرجيم من أعظم الأمور التي يريد أن يغوي ابن آدم فيها الأمور المتعدية أو الأعمال التي تستمر وتكون وبال ليس على الفاعل فقط وإنما على الأجيال القادمة. ولذلك أمر وحث عمرو بن لحي الخزاعي أن يأتي بالأصنام ويبدل دين إبراهيم عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن عمرو؟ قال: إنه يجر أحشاءه في النار والعياذ بالله. فكم من الناس مات على الشرك بسبب هذا الفعل الشنيع الذي فعله عمرو بن لحي الخزاعي. هذا الذي يريد الشيطان، يريد استمرار الشرك، ليس أن تشرك أنت وإنما يشرك من بعدك. ولا ماذا استفاد عمرو بن لحي لما يأتي بأصنام ويركزها في مكة ويجعلها لمكة وغيره ويعيد ويبدل دين إبراهيم، دين النبوة الطاهر النقي. ومنها ما حصل بين ابني آدم، وكيف أن هذا الرجل قابيل لم يقتل رجلا واحدا وإنما قتل أمه بعده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قتيل بغير حق إلا ولابن آدم كفل من دمه. تخيل من ذاك الزمان إلى يومنا هذا ما يقتل قتيل إلا وله نصيب والعياذ بالله، لأنه سن القتل، مع أن أخاه تلطف له: لئن بسطت إلي يدك لتقتل ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: كان القتيل أشد وأقوى ولكن منعه التحرج، إني أخاف الله رب العالمين. وله كان أقوى وعنده سيطرة، يستطيع أن يتغلب عليه، ومع ذلك قتل أخاه وأصبح سنة للناس من بعده في القتل والعياذ بالله. قريش، يذكر ابن جرير الطبري أن كان من مناسك الحج في قريش أنهم يأتون إلى قبر فيرجمونه. فهذا القبر من هو؟ قال: إنه أبو رغال، رجل اسمه أبو رغال، هو الذي أرشد أبرهة إلى الكعبة، فكان رمزا للخيانة. كان أبرهة يسير ويطلب من العرب أن يرشدوه إلى البيت، والجميع من العرب يأبى هذا الشيء، إلا هذا الرجل الذي اسمه أبو رغال، ومات مع أبرهة بالطير الأبابيل. ثم بعد ذلك أصبح وسما لكل خائن. ونحن نقول اليوم لكل خائن لدينه وخائن لوطنه سيكون لك قبر يرجم وسيرجمه الناس كأبي رغال. هذا أيضا، هذا شوف، ناظر الآن العمل المتعدي الذي الإنسان يصير وصفا سائرا أمام الناس بالخيانة والعياذ بالله. أولئك الفئة السيئة والخبيثة التي دخلت على أطهر أهل الأرض في ذاك الزمان، عثمان بن عفان، وقتلوه وسال دمه على مصحفه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أتقى الناس، الملائكة تستحي منه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا الرجل تستحي منه الملائكة، ولم يتعدى، بل حتى لم يقام. يقال بعض السلف قال: ولم يطبق فعل ابن آدم الثاني اللي هو هابيل مثل عثمان، حيث أنه لم يواجه القاتل، فكان كابني آدم رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل أولئك؟ لما قتل عثمان؟ يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: فلما قتل عثمان فتحت الفتنة على الأمة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. الله. وسيمضي أولئك الخوارج إلى أن يخرجوا مع الدجال في آخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. ختاما، أوصي وصية مهمة يا شباب الأمة، يا نبض قلوبنا ويا روح أرواحنا التي تجري في عروقنا، افتحوا للناس أبواب الخير وأغرقوا أبواب الشر. يا من له قلم يكتب أو له تواصل ومنصة في هذه التواصل الاجتماعي، انشر الخير وأقفل أبواب الشر على الناس، ستموت ويبقى الأثر. إلى تلك الفتاة التي ربما اقتدى بها كثير من فتياتنا في أمر يسوءها يوم القيامة، ربما يستمر الإثم تموتين ثم يبقى إلى قيام الساعة. إلى ذلك الشاب الذي ربما يبث أمرا فيقتدي به الشباب فيكون باقيا إلى قيام الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. رويدك اهدأوا، ستموت وسيبقى الأثر. لذلك يقول بعض السلف: لئن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين والمضلين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اهدي شباب الأمة ووفقهم للصواب، صلى الله وسلم على نبينا. جزاك الله خير وعبد الله. أحسنت، بارك الله فيك. كلنا يذكر الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أوزارهم شيء. الله أكبر. والعكس صحيح، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. إن في وقت